يشن مركز ساوث 24 في عدن كانطلاقة جديدة لمؤسسة إعلامية ونافذة بحثية مستقلة تسعى إلى تقديم تغطية آنية وشاملة لمختلف الأحداث. طبعا هذا اليوم يوم استثنائي لنا في مركز ساوث 24 بترشين هذا المقر وبما يحمله هذا من أهداف وتطلعات كبيرة. يسعى ساوث 24 خلال الفترة القادمة إلى إقامة دورات تدريبية وتأهيلية للباحثين والصحفيين والإعلاميين هنا في عدن بالشراكة مع مؤسسات محلية وإقليمية. طبعا هنا في شراكات موجودة حاليا وفي شراكات مهمة قادمة إن شاء الله ستسمعون عنها في القريب العاجل. مركز ساوث 24 للدراسات في عدن هي باكرة وبادرة جميلة جدا، خاصة أنه البلد والجنوب بشكل عام محتاج إلى مراكز الدراسات لوضع الكثير من وشرح الكثير من القضايا التي تهم المجتمع والتي تهم القضية حتى القضية السياسية. الكثير من القضايا اليوم بحاجة إلى دراسات. هذا التدشين جاء بعد التأسيس لهذا المركز في عام 2019، ومنذ ذلك الحين قدم المركز تغطيات لمختلف الأخبار والآراء السياسية والاستراتيجية والبحوث والدراسات التي تنتج محليا وإقليميا ودوليا، وتناول ملفات لها علاقة بالأحداث جنوب اليمن والإقليم. سعداء جدا اليوم أن نشارك الزملاء في مركز سوث 24 للأخبار والدراسات لافتتاح مقرهم في عدن، وهذه تعد نقلة نوعية، خاصة وأن المركز ظل على مدى الفترة الماضية يعمل في الخارج وهي مهمته الرئيسية التي نعتز بها باعتبار المركز نافذة جنوبية على الخارج. مركز ساوث 24 يعتبر رافدا مهما في مجال الإعلام وتحليل الخبر وتقديم آراء وحلول تكسر الصورة النمطية للإعلام المسيس، وسبق له أن قدم قراءة في الأبعاد المحلية والإقليمية للتطورات الأخيرة في شبوة. صالح حنش، الغد المشرق، عدن.